هذا التمرين يستهدف عضلة الصدر ويتكون من ثلاث رؤوس: الرأس العلوية، الرأس المتوسطة، الرأس السفلية. السلام عليكم. شرح تمرين دمبل فلات. بكل بساطة انت عشان تبدأ تلعب التمرين ده صح، هتجيب خديدتين وتحط عليهم بقى الفوطة بتاعتك، هتبدأ ترجع عادي. اهم حاجة هنا ان ايدي بتبقى في وضع التمانية. تاني حاجة ان ايدي مش بتخرج بره قوي كده، عشان ممكن تعملك مشكلة في الكتف. ايدي في وضع التمانية. ليه؟ لما اجي انزل في وضع التمانية ايدي حتى عند 90 ده مش غلط، بس لما ادخلها سنة تحت كده ببدأ اقلل الحمل من على الكتف وازود الحمل اكتر على التشيست. وبمعنى تاني اللي انا حتى لو سرحت هرجع للوضع الطبيعي، فمش هيحصل لي مشكلة في الكتف. يبقى انا الدمبل في وضع التمانية، بنزل وببدأ وانا طالع طلع النفس، بطلع في ثانيتين وانزل في 4 ثواني، 1 2 3 4، اطلع في ثانيتين وانزل 1 2 3 4. اهم حاجة ظهري ما بقاش عامله كده، لا انا ظهري اهو ضام عضمتين لوح، عامل ريتراكت. شايف التشيست بتاعي لفوق عامل ازاي؟ انا مش بلعب كده، ظهري مش عامل كده، لا انا ظهري عامل اهو ضم عضمتين اللوح على بعض عشان ابدا العب صح. تعال نبدا نشوف اهو، ضم عضمتين اللوح على بعض، الوضع دمبل في وضع 8، ببدا انزل الدمبل، شايف مش معمول كده ولا بره، لا ده داخل جوه، طلع في ثانيتين وانزل في 4 ثواني، طلع في ثانيتين وانزل في 4 ثواني، طلع في ثانيتين وانزل في 4 ثواني، طلع في ثانيتين وانزل في 4 ثواني. وده كده كان شرح تمرين دمبل فلات بيستهدف عضلة الشيست كلها. السلام عليكم. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تدعم القناة بلايك شير كومنت، ولو انت لسه جديد ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل خاصية الجرس.